الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. من تلفزيون جمهوريه سومالان احييكم واليكم نشره الاخبار وابرز ما في. رئيس جمهوريه سومالان ومرسوما رئاسيا له، وزير وزاره الزراعه وجوله تفقديه له. مشاهدي الكرام، كانت هذه ابرز العناوين واليكم الان النشره بالتفصيل. أصدر اليوم رئيس جمهورية سومايلاند فخامة موسى بيحي عبدي مرسوما رئاسيا. أصدر اليوم رئيس جمهورية سومايلاند فخامة موسى بيحي عبدي مرسوما رئاسيا تم من خلاله تعيين وقت عقد انتخابات جمهورية سومايلاند، حيث أتى المرسوم كالتالي: بعد أن رأى فخامته مادة 90 بالدستور القومي ومادة 6 بندها الثاني لتغيير وتعديل بانتخابات العامة ومادة 91 لعام 2021، والذي ينص على بأن الرئيس يصدر خلال 15 يوم مرسوما يعين وقت تعيين الانتخابات، بعد أن تلقى فخامته بيانا تم إصداره من قبل لجنة الانتخابات القومية، والتي نصت على أن الانتخابات رئيس جمهورية سومالان ونائبه وأحزاب السياسية ستعقد بتاريخ 13/11/2024. قام اليوم وزير وزارة الزراعة بجولة تفقدية إلى مزارع بنكا وتشالي. قام اليوم وزير وزارة الزراعة وبرفقته عدد آخر من المسؤولين، قام بزيارة تفقدية إلى مشروع بنكا وتشالي، والذي تم إنشاؤه في الآونة الأخيرة والتركيز عليها لبدء فصل هطول الأمطار للاستفادة منها هذا. وتحدث في البداية هناك عدد من المسؤولين بكلمة شكروا من خلال حديثهم رئيس الجمهورية ووزير وزارة الزراعة للجهد الكبير الذي بذلوه لتمويل هذا المشروع، والذي تعمل من خلاله خلق اكتفاء ذاتي في المجال الزراعي لصوماليلاند. هذا كما تحدث وزير وزارة الزراعة بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية ما يقومون به من دعم لكافة المزارعين للمواطن للمجتمع والوطن ككل، والحاجة الماسة لها في الآونة الأخيرة هذا، وأشار إلى أهمية التعاون معا من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي. عقد اليوم السكرتير التنفيذي لبلدية مقاطعة شيخ مقابلة صحفية تم من خلالها مناشدة مواطني سومالان بعدة مواضيع هامة. عقد اليوم السكرتير التنفيذي لبلدية مقاطعة شيخ التابعة لإقليم ساحل السيد عبد العزيز عبد الله قوليب مقابلة صحفية بمقر مكتبه، ناشد من خلاله كافة مواطني المقاطعة بتوخي الحذر من منخفض الحراري الذي يمر علينا بالآونة الأخيرة لهطول أمطار غزيرة، لذا على المواطنين والسياح الذين يزورون شيخ توخي الحذر والالتزام بإرشادات المقاطعة، وخاصة تفادي مناطق الوديان. هذا كما قدم شكرا جزيلا لشركة تيليسوم، والتي تقدم دعما مستمرا للمواطنين المقاطعة وذوي الدخل المحدود. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة الأخبارية قدمتها لحضراتكم من تلفزيون جمهورية سومايلاند، وإلى أن نلتقي في نشرة قادمة تقبلوا مني أنا نعيمة أحمد وفريق العمل أطيب المنى، وفي أمان الله.